من أهل القرن العاشر الهجري، نظم قصيدة ذكر فيها أسماء الأولياء من زمانه إلى قيام الساعة. فيقول الشيخ الحبيب عبد القادر السقاف إنه رأى اسم سيدنا محمد نبهان في هذه القصيدة أيضا. قال: وجئنا في المرة الثانية إلى حلب وقد توفاه الله فزرنا قبره فوجدناه قبرا عليه نور. هذا التميز الذي شهد به أولئك العلماء الصالحون الأفاضل لم يظهر في باب الإرشاد وحده، كما اعتاد الناس أن يروا بعض المرشدين مختصا بالتعبد والزهد والأخلاق ويتجنب معترك الحياة وصراعات أهل الباطل مع أهل الإيمان. هذا كان السيد النبهان قدس الله روحه يعرفه الناس فيه، أي في هذا المجال يعرفونه من مواقفه العظيمة في هذا المجال. يقول كلمة الحق في أهم الأحوال وأخطرها أمام كل ذي سلطان، ولا يخشى في الله سلطة بشر. وهذا ما سجله الأستاذ سعيد حوى، وهو ليس من أتباع السيد النبهان قدس الله سره، سجله في كتابه هذه الشهادة وهذه التجربة حين كتب نقدا للدستور الذي كان معروضا يومئذ، كان معروضا للاستفتاء، وطلب من العلماء أن يوقعوا على هذا النقد ليقدم إلى رئيس الدولة، فلم يجرؤوا على التوقيع حتى رأوا توقيع السيد النبهان قدس الله سره في رأس القائمة. وعلق الشيخ سعيد على هذا بقوله: لم يكن عندنا في سوريا أجرأ من الشيخ محمد النبهان في حلب. قال: وقد تأخر جاء شيوخ حلب عدة أيام، ثم جاء أحدهم معه الفتوى والبيان موقعين من 13 شيخا هم أكابر الشيوخ في حلب، وكان الذي جرأهم على التوقيع هو اسم الشيخ محمد النبهان حينما رأوه على البيان والفتوى. ومثل هذا الموقف لا يقوم بحقه إلا من هو في مقام الشهداء، بل في مقام سيد الشهداء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يقول كلمة الحق. هذا المقام مقام عند الله، مقام الشهداء مقام عند الله عظيم، والسيادة فيه أعظم، وكون العالم قدوة فيه للعلماء أعظم وأعظم. وقد قرن الله الشهداء في قرآنه الكريم بالصديقين. كان هذا الموقف من السيد النبهان قدس الله سره في وقت كان فيه أدعياء العلم والطريق يتهربون ويجاملون، زاعمين أنه لا علاقة لهم بالسياسة، فالسياسة شغل أهل الدنيا. وهذا جبن فاضح يتستر بجهل أشد فضيحة، لأن العلم والطريق يمنعان صاحبهما من استغلال السياسة للمناصب الدنيوية ومكاسبها، ولا يمنعانه من التصدي لمن لا يعطي دين الله حقه في الحياة، يتصدى لهم تأييدا لدين الله وحفاظا عليه دون أن يكون له من ذلك كسب دنيوي، وإنما يؤيد أقرب السياسيين للدين وأنفعهم للمسلمين. وحين يجد من السياسيين المعارضين لدين الله موقفا سيئا يتصدى لهم بكل قوة غير هياب ولا متردد ولا منتظر عون أحد من البشر، كما فعل حين كتب أحد الضباط قديما في إحدى المجلات ما فيه استهانة بالله ودينه، فوجه الناس والتجار إلى إضراب عم مدينة حلب، وذلك في فترة بدايات الستينات. هذا الموقف وذاك من السيد النبهان قدس الله سره لم يكن حادثة عابرة دعت إليها ظروف مساعدة، بل كان ذلك هو شأنه الدائم، كما شهد بذلك وسجله في صحيفة الشهاب اللبنانية سنة 1956 الأستاذ فتحي يدن
حين قال تحت عنوان من كل قطر قطر الرجل من سوريا الشيخ محمد النبهان يعرفه الناس رائدا من رواد التصوف الكبار ولكنهم لم يفتقدوه في كل موقف فيه نصرة للإسلام بل هو دائما في الطليعة. هذه المواقف في نصرة دين الله والعمل لخدمته قد عرفت عند العلماء والكتاب وسجلوها في مؤلفاتهم الخاصة عن العلماء. فقد ألف الشيخ عبد الرحمن حبنة عن والده كتابا فقال في الصفحة 93 بعد 100 إنه فتح لرابطة العلماء فرع في حلب كان في قيادته الشيخ محمد نهان. وقد زرت الشيخ حسن رحمه الله تعالى سنة 1973 ميلادية فسمعته يقول قلت للشيخ محمد النبهان إن الله قد وضع لك القبول في القلوب. هذه المواقف عرفت أيضا بين الكتاب والمؤلفين للمناهج الدراسية حتى سجلها بعضهم في مقررات الدراسة التاريخية في الثانويات الشرعية في الثانويات في السعودية في فترة السبعينات وما بعدها من القرن العشرين ومطلع القرن الخامس عشر. فذكروا أعمال السيد النبهان قدس الله سره ضمن الحركات التي قامت بخدمة الإسلام في بلاد الشام. بل إن بعض العلمانيين المعادين للدين الذين تصدى لهم سيدنا قدس الله سره تحدثوا في مذكراتهم بغيظ شديد عن هذا التصدي كما فعل زعيم الحزب الاشتراكي العربي في مذكراته عن عام 1956 ذكر أن سيدنا النبهان قدس الله سره جمع العلماء وأهل الدين في مظاهرة سارت في مدينة حلب حتى الجامع الأموي في حلب وتحدث فيه العلماء عن مفاسد هؤلاء ومبادئهم التي يدعون إليها ويخدعون الناس بها. وانظر أخي المؤمن إلى هذا الجمع في شخصية السيد النبهان رضي الله عنه بين سمو الريادة في إرشاد الخلق إلى الخالق وبين القيام في الطليعة دائما عند نصرة الإسلام وبين نشر العلم على أوسع نطاق ممكن كما يأتي بيانه إن شاء الله. وهذه النصرة للإسلام في المواقف العصيبة كما لم تشغل السيد النبهان قدس الله سره عن القيام بمهمات إرشاد السالكين إلى الله تعالى لم تشغله عن تفقد الفقراء والمساكين. فقد أنشأ جمعية النهضة الإسلامية في حلب وظلت هذه الجمعية عشرات السنين تمد يد العون إليهم في كل مجال وتعين أبناءهم وبناتهم على الدراسة والعلم وهذا أمر إن لم يذكر في كتاب فهو مما يشهد به كل من كان على صلة بهذه الجمعية البارة بالفقراء والمساكين بل يكاد ألا يجهلها أحد من أهل مدينة حلب. ومع ذلك فإن السيد النبهان كان لكثرة إنفاقه الخاص خارج من ماله الخاص خارج نطاق الجمعية لا يبقي عنده شيئا من كثرة الإنفاق. وكذلك لم تشغل نصرة دين الله في المواقف العصيبة ولا رعاية الفقراء والمساكين عن نشر العلم وإرشاد طلابه إلى الله. فقد أنشأ دار نهضة العلوم الشرعية وآثارها في الحفاظ على الإسلام والدعوة إليه مشهورة معروفة لكل من زار حلب أو رأى الأرياف التي حولها. وقد كانت هذه الأرياف من قبل تكاد تخلو من العلم ولا سيما الجهات التي لم يكن فيها إلا الغارات وحروب الثأر. فإذا الكبار يقبلون على السيد النبهان سالكين وإذا الأبناء يؤمون مدرستهم متعلمين حتى عادت حياة الإيمان إلى تلك الجهات من جديد. وآثار هذه المدرسة مشهودة معروفة لكل من لقي طلاب السيد النبهان قدس الله سره في سوريا بل في المشرق العربي كله.
ولا يضر هذا المعهد الذي أسسه سيدنا بهام قدس الله سره أن ينحرف عن جادته بعض خريجيه نادرا، فهذا في كل المعاهد، ولكن لينظر المنصف إلى القائمين منهم بحقوق العلم والتقوى خير قيام وهم الأكثر. وقد افتتح سيدنا قدس الله سره أيضا في الكلكوية مدرسة شرعية للبنات، فيها قسم للدراسة مدته 6 سنوات، وقسم مهني فيه الدراسة الشرعية المهمة مدته 2 سنوات. وقبل أن يفتتح سيدنا قدس الله سره مدرسته دار ناضة العلوم الشرعية، كانت حلقات العلم في مسجده جامع الكلكوية متواصلة، وقد اقتدى بسيدنا بهام قدس الله سره أتباعه من علماء العراق، فأقاموا هناك مدرسة ومجالس علم كثيرة. وإذا تأمل القائد المنصف هذا الذي سبق من شهادات العلماء والصالحين والمواقف الكبرى في نصرة دين الله، أو الجهود العظيمة في نشر العلم والرحمة المثلى للفقراء والمساكين، وكل ذلك من تجليات الوراثة المحمدية، لم يستبعد أن أنقل له ما نقله أحد أتباع السيد النبهان قدس الله سره، وهو الحاج محمود مهاوش العراقي رحمه الله، وهو من علماء العراق وأهل الطريق فيه، أنقل فيه كلمته التي نقلها عن العارف بالله الشيخ محمد اللاشمي رضي الله عنه وقدس الله روحه، حين أخذ عنه السيد النبهان قدس الله سره الطريقة الشاذلية، فقال السيد الهاشمي للشيخ مهاوش: الشيخ محمد بن النبهان أمره عجيب، ما رأينا مثله. وكذلك علق السيد الهاشمي قدس الله سره على رسالة أستاذنا الدكتور محمود الفجال إليه، أرسلها يطلب منه الانتساب إلى حضرته، فقد أخبرني أستاذنا حفظه الله أنه كتب إليه هذه الرسالة. فقال السيد الهاشمي رضي الله عنه: أما رأى صاحب هذه الرسالة البحر الذي بجانبه؟ فقال الشيخ عبد اللطيف مشلح رحمه الله، وهو من علماء حلب وكان حاضرا، قال السيد الهاشمي لسيد: من هو البحر؟ قال: هو الشيخ محمد النبهان. ومن قبل السيد الهاشمي رضي الله عنه، قال الولي الشهير الشيخ محمد أبو النصر خلف رضي الله عنه لسيدنا النبهان قدس الله سره، وهو شيخه الأول في الطريق إلى الله تعالى، قال له: وكان يومئذ ما يزال شابا، أنت أخذت قلبي. وقال له في مرة أخرى: أنت ابن العناية الإلهية. بل قال له: إني أعلم أنك سبقتني، ولكني أحب أن تأتي عندي لأجلي لا لأجلي. وما ذلك إلا لما وجد فيه من النجابة في التوجه إلى الله تعالى، فقد كان عنده في مجلس الذكر مأخوذا دائما بالله، لا يشعر حتى بانتهاء مجلس الذكر حتى ينبهه إلى ذلك. كما أخبرنا أستاذنا الشيخ أبي الحسون رحمه الله، وقد كان من مريدي الشيخ أبي النصر مما دعاه إلى أن يتلمذ على سيدنا النبهان بعد ذلك، ولم يكن أستاذنا من بين تلاميذ الشيخ أبي النصر رضي الله تعالى عنه وحيدا في اتباعه لسيدنا قدس الله سره، بل كان جماعة من زملائه معه، كما سمعت ذلك من أستاذنا أيام الدراسة في الكلكوية، وآخرون كثيرون كانوا كثير الحضور عنده في مجلس الذكر كالشيخ ناجي أبو صالح، أو مجلس المذاكرة كالشيخ كامل السرمين، أو مجالسه الخاصة كالشيخ أحمد النصري رحمه الله الجميع. وكما كان محبوبا معتقدا به عند أصحابه، كان كذلك عند شيوخه. وقد أخبرني أستاذنا الشيخ عبد الرحيم الحوت رحمه الله أن الشيخ أسعد العبجي مفتي الشافعية في حلب كان يحضر دائما إلى الكلكوية ليقرأ عليه سيدنا قدس الله سره العلوم الشرعية، وظل كذلك زمنا طويلا بعد عودته من الدراسة بمصر. وكذلك كانت المودة كبيرة بينه وبين شيخه الشيخ نجيب سراج الدين، وكان يزور سيدنا وسيدنا يزوره، كما ذكر ذلك الشيخ ابن الحسون في كتابه. وكان
كان كل شيوخ السيد النبهاني رضي الله عنه من علماء وصالحين وأولياء، وكذلك كل معارفه ومعارف والده يعلمون أنه بدأ السير إلى الله تعالى بزهد عظيم في الدنيا لا يوازيه زهد، حيث كانت أموال أبيه طائلة جدا في يديه، وكانت الزعامة في الدنيا تسعى إليه، وهو ما يزال في ريعان الشباب، فترك ذلك كله وانشغل عنه بالعلم والسلوك إلى الله، وعاش في فترة سلوكه على كسيرات الخبز جالس حتى كان كأنه جلد وعظم فقط، ولبس المرقع من الثياب، وهو ابن الأوالد الثري الواسع الثراء، حتى كان ثوبه أكثره رقعا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. فهو من أحباب الله من أول قدم له في العلم والطريق. وقد عاش سيد النبهان رضي الله عنه بعد ذلك حياته كلها زاهدا في الدنيا، زاهدا زهدا محمديا، لا يتجنب كسب الدنيا زهدا فيها، ولكن يكسب منها أوسع الكسب ويهبه للفقراء والمساكين وكل ذي حاجة، وقد بنى بيوتا للكثيرين منهم ولقي الله تعالى وهو في بيت بالإيجار، بل كان لا يقف عند إنفاق ما بيده وإنما يستلم وينفق، وكانت الدنيا لا تساوي عنده شيئا ولا تشغل من باله شيئا، كما ظهر ذلك حين أخبروه وهو يلقي درسه أن أرضه الزراعية الكبيرة أغرقها السيل، وكانت مبذورا فيها 40 طنا من القمح، فلم يزد، قدس الله سره على أن قال الحمد لله، وتابع الدرس بشكل طبيعي جدا، حتى إن الحاضرين لم ينتبهوا إلى حصول ذلك الخبر. ثم قال بعد ذلك تعليقا على هذه الحادثة: لقد راقبت قلبي عند مجيء هذا الخبر، ولو تحرك شعرة واحدة لما عددت نفسي من المسلمين. وكان دائما يقول: الرزق من عند الله، الرزق من عند الله لا من العمل، وإنما نعمل امتثالا لأمر شرع الله تعالى، ومن كان قلبه مع الله هكذا هان عليه إنفاق ما بيده حتى يستدين. وقد أخبرني الحاج حسن دانيال، وهو من تجار حال المشهورين المعروفين، وكان يقول: كان قد وضع نفسه وسيارته في خدمة سيدنا النبهان قدس الله سره، فأخبرني أن سيدنا كان يدعوه أول كل شهر، فيخرجان فور الانتهاء من صلاة الفجر ومع سيدنا محفظة فيها ظروف مغلقة يوزعها على المعائلات المستورة، يترك الباب برفقه وينابلهم الظرف ويمضي. وكان يقول الحاج حسن: لا تذكر هذا لأحد ما دمت حيا. والشجاعة العظيمة التي سبق الحديث عنها هي شجاعة محمدية أيضا، محمدية من حيث إنها لا تهاب مخلوقا أيا كان، محمدية في تفوقها لا يجاريه فيها أحد، محمدية في أهدافها تنصر الحق وتقمع الباطل وتتصدى للزعماء الذين يسيئون للدين أو يتجاوزون حقوقه، محمدية في اقترانها بالتواضع العظيم والرحمة الشاملة، مع أن أكثر الشجعان تعتادهم القسوة وتغلبهم الكبرياء والعصبية والاستهانة للآخرين. أما العصبية فلم تعرف إلى قلبه طريقا قط، كيف وهو الذي صار حوالينا بأنه سيشهد ضده في المحكمة في خصومة الرقعة بين والده وبين بعض الناس. ثم في موقف آخر أبرأ أن يتوسط لابنه السجين عن طريق صديقه الشيخ معروف الدواليني رئيس الوزراء يومئذ، بينما أرسل إلى محافظ حلب في ذلك الوقت حين سجن بعض العلماء لقولهم كلمة الحق على منبر الجمعة، قال لرسوله الذي أرسله إليه: قل للمحافظ
إذا لم تخرجهم من السجن اليوم فسأقلب الكرسي على رأسك. فسارع المحافظ لإخراجهم واعتذر. أما تواضعه فكثير من الناس يجهلونه، لأنه قدس الله سره كان ذا هيبة عظيمة، وصاحب الهيبة العظيمة قل من يتنبه إلى حقيقة التواضع الذي عنده، فلا يعرفه إلا من خالطه، كما جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فمن تواضعه ما أخبرني به أستاذنا الشيخ محمود خجل وأخونا الكبير الشيخ مطيع الحافظ، أن الشيخين الفاضلين ملا رمضان البوطي وعبد الوهاب الحافظ دبس زين لما زار السيد النبهان قدس الله سره في حلب قام بنفسه على ضيافتهما، ولم يرضى أن يقوم بذلك تلاميذه. وأن الشيخ عبد الوهاب توضأ فلما أراد أن يلبس جوربه أبى السيد النبهان إلا أن يلبسه إياه بيده، ومع ذلك كله كان لا ينسب إلى نفسه فضلا، بل كان يقول دائما: من أنا حتى يجعلني الله خادما لعبده. وقد رأيت صورة رسالة كان الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أرسلها إلى سيدنا قدس الله سره، وهي عند أستاذنا الدكتور محمود خجال حفظه الله، وفيها يخاطب سيدنا قدس الله سره بقوله: سيدي مربي السالكين ومرشدي الكاملين، سيدي مربي السالكين ومرشد السالك الكاملين، المستمد من بحر سيد المرسلين، المربي الكبير العلامة الأستاذ الشيخ محمد أفندي حفظه الله، المعيد المهدي، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد تشرفنا بزيارتكم في محلكم المبارك، لا زال ولا يزال إن شاء الله عاملا بالإرشاد والمراعي ونشر العلم والفضيلة بوجودكم، ونسأله تعالى أن يديم نفعكم وأن يمدنا من أموالكم وبركاتكم، ويحشرنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته قدس الله سره أنه كان دائم الدعاء لمن يؤذونه، يقول: ربي اغفر لهم وارحمهم ولا تؤاخذهم فإنهم لا يعلمون. وقد سمعت ابنه عبد الله هذا الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث أن بعض الأشرار كان يسكن قريبا من بيت سيدنا قدس الله سره، فآذاه في يوم من الأيام أذى شديدا، قال: فلم يرد عليه شيئا، بل قضى ليله في ذلك اليوم يدعو له أن يسامحه الله خشية أن تحل به عقوبة من هذا البلد، وهو يقول: ربي ارحمهم واغفر لهم ولا تؤاخذهم فإنهم لا يعلمون. والمواقف في هذه الرحمة الشاملة أكثر وأكبر من أن يحيط بالكتابة بها هذا المقدار اليسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الدعاء كان سنة ماضية في حياته كلها، وكان ينصح به أتباعه. هذه الرحمة تقرب للناس في العصر الحاضر صورة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لربه عز وجل عمن يؤذونه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من وراثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن ينظر إلى مؤذيه نظرته إلى الحاسدين الحاقدين، كان يقول: هؤلاء يحركهم الله علينا لنرجع إليه ولا نتوجه إلا إليه. بل كان منذ أيام سلوكه في الطريق يدعو بعد كل صلاة لجماعة من زملائه أكثر من إيذائه، يدعو لهم خلف كل صلاة بأسمائه، كما سمعتم ذلك من شريط مسجل بصوته. قال شيخنا: فقال لي أخي الشيخ أحمد المصري رحمه الله: لماذا تدعو لهم؟ هؤلاء حساب. قلت له: أنت تقول ذلك؟
أنا أقول هؤلاء كذبوني وعلموني جزاهم الله خيرا. وكان دائما يقول المحرك والمسكن هو الله، ولا شيء يرفعكم عند الله مثل الابتلاء أشدكم بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكان يقول كثيرا إذا عرفتم أن المبتلي هو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وأنه ابتلاكم لأنه يحبكم، وأن ثمرة البلاء هي الترقية، سهل عليكم الابتلاء. وهذا ليس مجرد رضا بالابتلاء من الله تعالى، بل هو سرور بما قدر الله وبما خلق الله تعالى. فيه إجلال للمبتلى الجل سبحانه. أفلا يرى المنصف أن صفات السيد النبهاني قدس الله سره كانت كما اتضح من نماذجها السابقة على سنة الكمالات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية في عمقها وقوتها وتنوعها وشمولها، وأن ذلك شاهد صدق عظيم على أنه في الدرجات العليا من مراتب الوراثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية. وهذا الشاهد أقوى من شهادة كل شهيد من الناس، بل كان الناس يعتمدون على شهادته في معرفة أقدار العلماء والصالحين، فكيف وقد انضم إلى شمائله شهادة كبار العلماء والصالحين والأولياء. ومن هذه الشهادات ما قاله الشيخ مكي الكتاني رضي الله عنه، المغربي الأصلي الدمشقي الموطن، في مجلس كان العلماء يتشاورون فيه حول قضية مما يهم المسلمين، وسيد النبهان قدس الله سره جالس صامل، فقال الشيخ الكتاني رحمه الله: أنا ما جئت من دمشق إلى حلب لأسمع قول فلان وفلان، وإنما جئت لأسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان السيد النبهان، كما روى ذلك أستاذنا الشيخ من الحداد رحمه الله تعالى. هذا المستوى الباهر هو الذي جعل أستاذه مفتي الشافعية في حلب الشيخ أسعد العبجي رحمه الله لا يكاد يغيب عن دروسه ومجالس الذكر فيه، وينصح من يصغي إليه من تلاميذه بصحبة السيد النبهان. وقد قال لأستاذنا الشيخ ندير حامد وهو أحد تلاميذه حينما رآه أول مرة عنده، قال: احرص على الحضور يا بني، فإني أحضر هنا لأستفيد. والشيخ أسعد في ذلك اليوم شيخ المدينة وهو أستاذ شيخنا في العلم. وهذا المستوى جعل مفتي بغداد الشيخ قاسم بن قيسية رحمه الله يأتي إليه ليسلك إلى الله على يديه. وقد سمعت الحاج محمود بن هاوش رحمه الله، وكان من أحباب الشيخ الفيزي، يحدث سيدنا محمد النبهان قدس الله سره بأنه سمع الشيخ الفيزي قبل موته بقليل يقول: إن الله تعالى وهبه رتبة الأبدال بفضل اتباعه لإرشاد السيد النبهان. وهذا المستوى أيضا دعا علامة الشيخ العراقي الشيخ عبد العزيز كما سمعت من أستاذنا الشيخ رجب الهيب أن الشيخ أسعد الجوجية مفتي حلب أخبره أنه قال لسيدنا محمد النبهان قدس الله سره: أريد أن تريني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، على شرط. قال: وما هو؟ قال: أن تأتيني بالليل.